المحنه دي كانت زي ما احنا كنا بنتكلم في البدايه، ان كل الناس كل الناس بتحارب النادي الاهلي، وكباتن او كابتن وليد صلاح، ماليش دعوه بحد تاني طبعا، انا بتكلم على كابتن وليد صلاح، ولكن كابتن وليد صلاح كابتن النادي الاهلي لم يكن له دور في اي شيء. لا الكلام ده ظالم وفي ظلم كبير جدا. هو ده الربط اللي بقول لك عليه، انه الربط ده يعمل ظلم كبير جدا. لا بص يا كابتن اسلام، اسال الدكتور محمد العدل كده، احنا يعني انا جاي الحلقه دي ازاي؟ اولا احنا ممنوع نظهر في اي قناه فضائيه، تمام؟ انت عارف دايما العقود بتبقى حصري، فانا اصلا ما بطلعش في اي حته تانية غير الاون، وفي الاون استوديو تحليلي، ويوم الجمعه حصاد الاسبوع ده بيناقش قضايا ليس لها علاقه باي حاجه فيها تجاوز او فيها فتنه. طب يا كابتن وليد انا عايز اسالك سؤال، انديه وبعض او بين رؤساء انديه وبعض، عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. ايه رايك في التجاوزات اللي بتحدث ضد مجلس اداره النادي الاهلي كوليد صلاح الدين؟ شوف انت بتقول تجاوزات، طبعا مرفوضه شكلا وموضوعا، ولا في ولا تربينا على كده، ولا في دين ولا في اعراف ولا في رياضه بتقول الكلام ده. طيب هو حضرتك انا اللي بقول كده ولا مصر كلها بتقول كده؟ مصر كلها بتقول لا، هي الناس مش عايزه مصر كلها حاجه وانا بقول ووليد صلاح حاجه ثانيه، وانا بقول كده وقلت الكلام ده. عايز راي حضرتك. قلت الكلام ده يا اسلام اكتر من مليون مره. يا جماعه في العالم كله، في اوروبا والدول المتقدمه، اللي بيتجاوز بيعاقب، من امن العقاب اساء الأمن. يعني انت بتطالب بعقاب كل من يتجاوز ضد مصلحه، او يعني ضد مجلس اداره النادي الاهلي، ضد اي تجاوز، ضد مصلحه النادي الاهلي، وضد مش مصلحة ضد مجلس اداره النادي الاهلي. هو ده اللي احنا شايفينه، ان احنا خلال السنه اللي فاتت بالكامل، او بلاش السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كابتن اسلام، يعني انا بقالي سنين عمال اقول يا جماعه في العالم كله، ان لما يجي يطلع مثلا مدير فني يتجاوز او يروح احنا ما بنتكلمش هنا على مدير فني. استنى بس هشرح لك. اتفضل. انا فاهم وجهه نظرك، بس هشرح لك عشان توصل للي انا عايز اقوله. لما يحصل اي تجاوز من اي عنصر من عناصر اللعبه، لازم يا جماعه نحط قانون للعقوبات يتناسب مع الحدث. انا قلت بره، بلاش بره خالص. لو رحت كده خطوتين السعوديه ولا الامارات ولا الدول القريبه، لما حضرتك بيحصل اي تجاوز، لو المدير الفني تجاوز على حكم، حضرتك ما بتشوفوش السنه كلها. ما بالك بقى رايي لو في تجاوز وسباب ضد مجلس اداره ولا ضد نادي ولا ضد شخص. طب ما هو اذا كان انا رايي في المدير الفني او اللاعب او الاداري اللي بيتجاوز، وهقول لك على حاجه، شوف كده السنه اللي فاتت كلها، خد بالك انا السنه اللي فاتت كلها كنت مع نادي الاتحاد السكندري، فيعني اصلا كمان كان ممنوع ان انا اطلع في استوديو تحليلي، بس يعني احنا هنجيب من قبل كده. الحمد لله والشكر لله، من اكتر دكه الفريق، من اكتر بنشات الفريق التزاما طبعا مع النادي الاهلي، نادي الاتحاد السكندري. لان انا بجبر كمدير كوره كل الناس اللي قاعده على الدكه انها ما تتحركش. تمام. فده من قناعتي ان اي تجاوز غير مقبول. فبالتالي انا لما اكون انا في الملعب وبقول لك لو مدير فني جري اتخانق مع حكم ولا اداري ولا عامل غرف ملابس تجاوز ضد حد، لازم يتعاقب، ويتعاقب عقاب شديد. تمام. ما بالك بقى لو في تجاوز يعمل فتنه كبيره في البلد. انا رايي لازم يكون قانون عقوبات رادع وكبير. عايز ايه تاني اكتر من كده؟ هذا رايي واقوله في اي حته، بس احنا بقى في الاستوديو التحليلي او في القناه غير مخول لينا ان طب حلو جدا، ما احنا هنا على الهواء. هناك وفي الاخر لو سالت كده هرد زي ما برد عندك كده. تمام. هناك تجاوزات، ولو انا سالتك هترد نفس الرد. ماشي. ولا تشتم. مين انا؟ احنا ما بنشتمش. طيب. احنا ما اتعلمناش في النادي الاهلي ان احنا نشتم. طيب. عمرنا ما بنشتم. طيب. لكن هناك تجاوزات بتحدث من رئيس نادي الزمالك ضد مجلس اداره النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. ايه رايك في الموضوع ده تحديدا وبشكل واضح؟ كارثه حقيقيه. اي تجاوز في حق نادي، يعني حتى لو مش النادي الاهلي، لو لا لا انا بتكلم، معلش يا كابتن وليد، في الحاله دي معلش. في الحاله دي انا بتكلم دلوقتي على حاله محدده. تجاوز. هناك تجاوزات بتحدث من رئيس نادي الزمالك، صح، ومن بعض الاشخاص اللي موجودين في الساعتين الايجار اللي موجودين، وبالتالي هناك تجاوزات بتحدث. هل حضرتك
ضد مجلس اداره النادي الاهلي طبعا. هل حضرتك طبعا مع هذه؟ معلش خليني اسال السؤال يعني عشان تبقى يبقى واضح رد واضح وصريح. لا تجاوز. هل حضرتك مع هذه التجاوزات ولا ضد هذه التجاوزات؟ لا انا شايف ان التجاوز دي كارثه. كارثه اخلاقيه وكارثه مهنيه وكارثه رياضيه وكارثه بكل المقاييس. ايه رايك؟ ويجب ان يحدث ايه اللي يحصل ولازم يتم التصدي ليها من خلال القانون، من خلال جهات المفروض انها تكون رقابيه. انا شايف ان اتحاد الكوره لازم يكون ليه تدخل، لجنه الانضباط لازم يكون ليها تدخل زي العالم كله. في طبعا رابطه الانديه لو في اوروبا، لكن في لجان هي مخول ليها انها لازم تعاقب، ولازم يكون في لائحه النظام الاساسي، لازم يكون في لائحه المسابقات، في الحاجه اللي بتنظم العلاقه بين الانديه. اذا تم تجاوز او سب او قصف احد عناصر اللعبه تبقى العقوبه واضحه. العقوبه دي بقى تطلع بالشطب، تطلع بالوقف، تطلع بالمنع، تطلع زي ما تطلع، تبقى مطبقه على كل الانديه. شيء طبيعي وواضح وصريح. تمام، ما فيهوش اي لغط. تمام.